ماذا ستفعل إذا اكتشفت أن ابنك يتعرض للإهانة في المدرسة؟ ذلك هو الموقف الذي وجد والدا الطفلة ماشا نفسيهما فيه. ومن أجل حل هذه المشكلة ذهب الوالدان مباشرة إلى المدرسة، ولكنهما لم يتوقعا ألا يهتم أحد من المدرسين بشكواهما. بعد العجز عن حل المشكلة بمساعدة المدرسين، لجأ الأب لمديرة المدرسة ليجد نفسه بعد ذلك في مشكلة أكبر. لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه القصة تابع الفيديو إلى النهاية. وكالعادة وقبل أن نبدأ، انزل للأسفل واضغط على زر لايك، كبر الشاشة، ولننطلق سويا. مرحبا بكم متابعي قناة هل تعلم. بدأت القصة حين انتقلت عائلة الطفلة ماشا إلى المدينة، وقد كان والداها مهذبين للغاية ولم يسبق لهما التورط في أي مشاكل. وبعد الانتقال إلى المدينة واصلت ماشا تعليمها في مدرسة جديدة، ومن أول يوم بدأت الطفلة بمواجهة المشاكل مع زملائها، إذ كانت تعود للمنزل وهي تبكي كل يوم. بعدها قررت الطفلة التظاهر بالمرض، ولكن والديها اكتشفا ذلك، وهو ما دفعهما لمعرفة سبب عدم رغبة الطفلة في الذهاب إلى المدرسة، خاصة وأنها من التلاميذ النجباء الذين يجتهدون في أداء الواجبات المنزلية ويحصلون على علامات جيدة. بعد إصرار الوالدين على معرفة ما يحصل، اعترفت الطفلة بأنها تتعرض للإهانة في المدرسة. كانت ماشا تجيب دائما بإجابات صحيحة على أسئلة المدرسين، مما أغضب بقية التلاميذ المتفوقين. ومع مرور الأيام أصبح الزملاء ينادونها بالعديد من الألقاب الساخرة والمزعجة للغاية. كانت القطرة التي أفاضت الكأس هي حمل الأطفال لحقيبة الطفلة وإفراغها من محتوياتها على الأرض داخل القسم، وتركها تجمع كل أدواتها من على الأرض وسط ضحكاتهم المرتفعة. حينها قرر والداها الذهاب إلى المدرسة والتحدث مع بعض المدرسين، ولكن المدرسين لم يحاولوا حل المشكلة، قائلين بأن ما يحصل أمر عادي، ولذلك قرر الوالد التحدث مع المديرة مباشرة. كانت المديرة مشغولة جدا، فقد انتظر الوالد حوالي ساعة كاملة للحديث معها. وحتى أثناء حديثهما لم تبدي المرأة أي اهتمام لما يقوله، إذ كانت تستعمل هاتفها المحمول طيلة الوقت. حينما انتهى الوالد من كلامه، أخبرته المديرة بأن ما يحدث أمر عادي، وأن الأطفال يحبون اللعب بهذه الطريقة. قالت المديرة بأن الأطفال سيحلون المشاكل الموجودة بينهم بمفردهم. كما أشارت المديرة إلى إمكانية اختلاق ماشا للمشاكل بسبب عدم رغبتها بالذهاب للمدرسة، وطلبت من الوالد أن يتحدث لابنته أكثر. وفي النهاية طلبت المديرة من الوالد الاهتمام بابنته أكثر، قائلة بأن ما يفعله بقية التلاميذ هو من شأن أهاليهم وليس من شأنه. في تلك اللحظة توقف الوالد عن مناقشة المديرة، وتذكر أيام طفولته والمشاكل التي واجهته أيضا في المدرسة، ثم نهض من مكانه وحمل حقيبة اليد الخاصة بالمديرة وألقى كل محتوياتها على الأرض، ثم ألقى الحقيبة أيضا. قال الوالد أن تلك هي طريقته في اللعب، وأنه سيكرر نفس اللعبة كل يوم في مكتب المديرة إذا لم تجد حل للمشكلة التي تواجهها ابنته. شعرت المديرة بالدهشة ولم تجد ما تقوله، وبعد لحظات من الصمت وعدت الوالد بأنها سوف تتدخل لإيجاد حل للمشكلة. ومنذ ذلك اليوم لم تواجه ماشا أي مشكلة مع زملائها. اتحدثت المديرة مع المدرسين في البداية، ثم تحدثت مع أهالي الأطفال المعروفين بتنمرهم وإزعاجهم للآخرين. أصبح تعامل المدرسين مع أولئك المتنمرين أكثر صرامة، خاصة بعد اكتشاف المديرة بأن البعض منهم قد تم طردهم سابقا من مدارس أخرى بسبب سوء السلوك. في النهاية اتضح أن حل المشكلة لم يكن صعبا جدا، كل ما وجب فعله هو التعامل مع الوضع بالطريقة الصحيحة وبالقدر الكافي من الصرامة. وإلى هنا أعزائي متابعي قناة هل تعلم،
نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات، اضغطوا على زر لايك واخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالفيديو القادم. نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم. إذا كنت لا ترى إلا ما تثبته الحقائق، ولا تسمع إلا كل ما يقال، فأنت في الحقيقة لا ترى ولا تسمع. بلا شك هناك الكثير من الأحداث والقصص التي يسكنها الغموض ولا يوجد لها تفسير. هي أشياء استثنائية بأسرارها وعجائبها وحوادثها. بعضها تم تفسيره، ورغم ذلك أصبحت بتفاصيلها المعقدة مدعاة للدهشة والإثارة المسكونة بالغرابة والحيرة معا. إنها لعبة غامضة، أسلاكها شائكة وأبعادها ضمن نطاق البحث والتحقق. قناة هل تعلم، حيث الغموض سر لم يفصح عنه، لوقائع وأحداث وقصص مرعبة تفاصيلها متنوعة ومقيدة ضد مجهول. قم بالاشتراك الآن في قناة هل تعلم غموض، وفعل جرس التنبيهات ليصلك كل غموض.